جماعة وصلنا للبرومو هيك هذا البرومو راح يعمل تأكيد. وين راح نروح اليوم؟ باريس. يا جماعة راح نروح اليوم إلى باريس راح نحضر لعبة ريال مدريد مع ليفربول نهائي أبطال أوروبا. يلا خلينا نروح الباص. شوفوا هنا خالين مثل اللافتة فيهم كل أوقات الباص اللي راح تجي. يا جماعة وصلنا للبرومو هيك هذا البرومو راح يعمل لنا محطة القطار وراح نركب القطار السريع اللي يودينا لباريس. يلا يبدر رن 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 واحدة يبدر روح 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 هذا اللي وصل تحت ايدك كيف هذه الشاشة اللي أمامنا راح نشوف من خلالها وين موجود القطار في أي مكان. أوبا. يا جماعة فرق القطار السريع عن القطار البطيء إنه القطار السريع يمشي 160 كيلومتر بالساعة يعني راح نطلع منها من لوكسمبورغ إلى باريس بساعتين بس. وصلنا الآن إلى باريس والآن في طريقي على مكان نسكن فيه لأنه دورنا على الفنادق ما لقينا فنادق نسكن فيها. فبما أنه إحنا أوكران راح نروح على مكان دائرة تخص الأوكران إنه يوفرون لنا سكن. فأنزل أغراضي أنا وديفيد وبعدها راح أتوجه على طول أخذ جولة في باريس وبعدين أروح على الملعب. وهذه محطة قطار باريس يا جماعة. داخل محطة القطار مول كامل. سمعت عن شغلة انه راح نلاقي ريحة البول في كل مكان في باريس وللأسف اول ما وصلنا محطة القطار من داخل المول لقينا ريحة البول. باريس كنا عند الصليب الأحمر أنا وديفيد فعلى طول أعطونا الحليب والماء وما أعرف إيش راح يشوفونا فندق حتى نسكن فيه خلال هذه الليلتين. قلت لهم إنه أنا عندي شغل لازم خاصة في باريس فراح يوفرونا فقط فندق فراح نشوف شنو راح يوفروا لنا. محطات المترو في فرنسا متاهة يا جماعة. أصعب المحطة أنزل من المحطة ما أعرف أصلاً شلون بكنك وياهم لكن الحمد لله جوجل موجود واللغة موجودة وبنحاول نكنك. رايحين الآن لسكننا اللي اعطونا اياه. مدينة عملاقة تحت الأرض يا جماعة، مدينة عملاقة. شوفوا هذا الممر المتحرك راح نركب وياه. الآن من السكن الأوكراني أعطونا إياه والآن راح نروح في الترامواي إلى ملعب ساديو فرانس. راح نروح على الملعب. ليفربول. وصلنا اخيرا الى الملعب. شوف بالطريق مشجعين ليفربوليين. اذا سالوه شو راح نعرف الملعب وينه نتبع بس هذه الزباله اللي بالشارع واكيد راح نوصل الملعب او نتبع الاصوات اللي موجوده. قول جدو يفوز ريال مدريد. طبعا الشرطه بلشت ترش غاز مسيل للدموع بسبب اعمال الشغب من الجماهير المدريديه والليفربوليه لذلك العالم قام تتراجع لكن انا استعملت ديفيد الان وقمت اطلع لي قدام وماكو مشكله. وهذه هم المشجعين المدريديين وهذا الملعب يا جماعه قدام الملعب احنا لكن ما نقدر ندخل في الداخل بسبب اعمال الشغب اللي موجوده. جماعة مثل ما تشوفون وصبنا أنا وديفيد بغاز مسيل للدموع بسبب أعمال شغب وشرطة الآن نقلونا بالسيارة لمكان آخر فراح نروح نشوف بلكي نلاقي شاشة نشوف من عندها اللعبة لأنه هو مو قادرين.
واثناء ما نتنقل انا وديفيد في شوارع باريس قدام الملعب اجى واحد مغربي راضي يسرق الجنطه مالتي. وللاسف سمعنا في باريس القذاره السرقه راحت البول بكل مكان. فعلا هذه هي باريس. وصلنا للبارك الاخر اللي ممكن نشوفه عند اللعبه، ولكن للاسف ايضا مغلق بسبب الزحمه اللي موجوده يا جماعه، ما نقدر ندخل. المفروض انه احنا نوصل من الصبح يعني من الساعه 12 او الثنتين، لكن بسبب التاخير اللي صار في الفندق اجيت انا متاخر وهذا اللي صار، ما نقدر ندخل لاي مكان. طبعا هذا الفيديو ما راح اسميه رحله لباريس، راح اسميه لعبه ما تمت، راح اسميه رحله ما تمت. ليش؟ لانه سافرنا لوكسمبورغ، باريس، محطات قطار، متروهات الى اخره، وللاسف ماكو دخول لا للملعب ولا الى صالة المشجعين ولا الى الباركات ولا الى اي مكان، لانه وصلنا متاخر وفقط شرطة واعمال شغل. فيا جماعة للاسف. هذه الجماهير المدريدية يا جماعة بعد فوز ريال مدريد